قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله ذكر هذا الباب بعد ذكره للأبواب التي قبله كباب التمائم أو الرقى والتمائم، لأن الذي يعلق التمائم أو الذي يربط الخيط أو الحلقة أو غير ذلك من الأمور إنما يريد جلب نفع أو دفع ضر، إنما يريد جلب نفع أو دفع ضر. وهكذا هذا الباب هو باب التبرك أو باب من أبواب التبرك، باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، لأن الذي يتبرك يريد الخير. قال الفوزان حفظه الله تعالى: البركة حصول الخير، حصول الخير ونماؤه وثبوته وكثرته. وهذا من أعظم وأفضل التعريفات للبركة، عرفها بأربع مفردات من أهم ما يذكر في أمر البركة. حصول الخير، فلا يقال في حصول الشر أن هذا من البركة. ونماؤه، ينمو هذا الخير، ينمو، يبارك الله في جسد فلان، ويبارك الله في علم فلان. وثبوته، يثبت ولا يزول، كمن يبني مستشفى أو مستوصفا وبعد 100 سنة يوجد هذا المستشفى أو هذا المستوصف فيثبت، يبارك الله تعالى فيه. وكثرته، يكثر، يكثر. لذلك المال الذي فيه بركة تجده كثيرا ولو كان عدده قليلا فإنه يستفيد منه صاحبه، أما الذي لا بركة فيه والممحوق ولو كثر لا فائدة فيه وفائدته قليلة لو وجد. والبركة من الله سبحانه وتعالى، البركة هذه الزيادة والنماء والثبات والكثرة وحصول الخير، هذا كله من الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك، وباركنا عليه وعلى إسحاق، وهكذا. والبركة تكون في الأشخاص كالأنبياء كما في هذه الآية: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. بارك الله على إبراهيم وبارك على إسحاق، وهكذا جميع الأنبياء والرسل هم مبروكون. البركة تكون في الأشخاص وليست خاصة بالأنبياء والرسل، يبارك في الصالحين أيضا. هذه بعض بركتكم يا آل أبي بكر كما في صحيح البخاري في كتاب التيمم. ولكن تؤخذ البركة من أجساد الأنبياء ومما يخرج من أجسادهم كالبصاغ وكالشعر إلى آخره، هذه خاصة بالأنبياء كالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تؤخذ من الصالحين وإن كانت فيهم بركة. واستدل العلماء على ذلك كالشيخ الفوزان في إعانة المستفيد في هذا الباب في آخره، واستدل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه المعروف
بتحفة الإخوان بأجوبة عن أسئلة تتعلق بأركان الإسلام، استدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر آنفا، أو بهذا الحديث الذي ذكر آنفا، ثبتت البركة لأبي بكر ولآل أبي بكر، هذه بعض بركتكم يا آل أبي بكر. وقد قال هذا صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمران رضي الله عنه. مع ثبوت البركة لأبي بكر ولآل أبي بكر، لأن عائشة رضي الله عنها كانت هي السبب في نزول آيات التيمم، فشكرها هذا الصحابي في صحيح البخاري. مع ثبوت البركة لأبي بكر ولآل أبي بكر، قال العلماء: لم يتبرك بهما صحابي من الصحابة ولا تابعي من التابعين. ولو جاز التبرك بغير الأنبياء والرسل لتبرك الناس بهؤلاء الصحابة، لم يتبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بعائشة ولا بغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الفوزان حفظه الله: ويتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسدي أو ما خرج من جسدي، لا بما لامس جسده من الأرض، لا يتبرك بحجرته ولا بالتراب الذي مشى فيه، وإنما بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وما خرج من جسده. قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح لرياض الصالحين: وكان لأم سلمة رضي الله عنها إناء تصب فيه الماء وفيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مرض سقط المريض بعض هذا الماء، فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على أن الأنبياء فيهم بركة من الأدلة التي استدل بها أهل العلم ونقل عنهم هذا الأمر، قول الله تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، ألقى ثوب يوسف عليه السلام على وجه يعقوب عليه السلام. وتكون البركة أيضا في الأوقات، كما أنها تكون في الأشخاص تكون أيضا في الأوقات. قال الله تعالى عن ليلة القدر وعن القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وتكون البركة أيضا في بعض الأماكن، لكن تثبت بالدليل، كما في قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. قال الفوزان حفظه الله: والكعبة وغيرها مما فيه بركة من المخلوقات، هذه البركة تنال بعبادة الله فيها، كالبركة في المكان، فإنه تنال هذه البركة بالعبادة في هذا المكان. قال: كالطواف والحج والعمرة والصلاة والتنفل في بيت الله الحرام، لا بأخذ تراب بيت الله الحرام وبأكله وكذا وكذا، وإنما بعبادة الله في هذا البيت. زي ليلة القدر فيها بركة، هي ليلة وفيها بركة. لو زول نام بعد العشاء إلى أن جاء الفجر فإنه لا يستفيد من هذه البركة، لكن لو قام وعبد الله في هذه الليلة فإنه يستفيد شنو؟ من بركتها. كلام واضح جدا، تستفيد من بركتها إذا عبدت الله فيها. وأما القبور والتبرك بأتربة الأموات فهذا كله من البدع ومن الضلال ومن الانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى. يطلبون البركة من الأموات، بل هو من الشرك بالله، كما قال الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد، ويراجع هذا الكلام في هذا الباب.
هو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولو قيل أن هذه الأمكنة فيها بركة فإن هؤلاء لا يستفيدون منها، لو قيل إن فيها بركة، لأنهم يشركون بالله، والمشرك لا بركة فيه، ينادون غير الله سبحانه وتعالى ويستغيثون به ويلجؤون إليه ويطلبون من هؤلاء الأموات قضاء الحاجات وتفريج الكربات، يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك بالله، كما قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. البركة ذا جماعة بدليل الطعام فيه بركة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة، يعني فيه بركة لكن وين أنت ما عارفه، في البداية في الوسط في الأخير. لكن لو سئل هؤلاء الذين يتبركون بالقباب وبأتربة الأموات: ما دليلكم على أن هذه الأمكنة فيها بركة؟ الدليل شنو؟ زول يركب له بوكسي ويتغبر من في بعض القرى يعني، ويسافر ويقول لك ماشيين زيارة، بتنكروا زيارة المقابر؟ يخلي 20 قرية قدامه ويخلي المنطقة اللي كان فيها مقابر. لو كانت الزيارة الشرعية تمشي تعتبر وتتعظ فإنها تذكركم الآخرة وتدعو وتسلم على الأموات السلام المشروع، السلام عليكم أهل الديار إلى آخره، ما عليش. لكن يسافروا عديل يقصدوا مقابر بعينها يقول لك فيها فلان صالح، ويتغبر ويدعب ويمشي ويجيبوا لهم تراب في كياس يشربوا فيه، يكبوا الموية في التراب ويشربوها، كله من الجهل ومن الضلال ومن الانحراف. فلا تطلب البركة من الشجر ولا من الحجر، وإنما البركة من الله سبحانه وتعالى، كما أن العبد يدعو في الاستخارة ويقول: وبارك لي فيه، أي في أمري، فيستخير الله سبحانه وتعالى ويدعو بالبركة، لأن البركة من الله وحده لا شريك له. كثير من الناس من الكبر ومن جهل الناس، من جهل بعضهم، تجده يمد يده، يمد لك يده وجماعة يقبلوه والمبروك واقعد ويتمسحوا به ويا فلان ويا فلان، وهو يرضى. إذا كان أويس القرني رحمه الله تعالى من التابعين وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه عمر رضي الله عنه أن يستغفر له، مع مكانته ومع فضله يتخفى من الناس، ولما قال له عمر رضي الله عنه: أكتب إلى والي الكوفة، أكتب لك إلى والي الكوفة، قال: لا أريد أن أكون في غبراء الناس. وهو مستجاب الدعاء، وهو رجل صالح، الذي قال عنه بأنه رجل صالح هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ما بلغوا درجة ويس رضي الله رحمه الله تعالى، ويدعون الناس إلى تعظيمهم بأفعالهم، وبعضهم له سمت الله أعلم بصدقه أو كذبه، تلقاه لابس له حاجة زي الطرحة، وتلقاه هادي ويتلفح وعلامة فيه، وتشوفه نظيف وكذا وكذا، وتلقاه وشايل له ذبحة بدعة ما من الدين، وتلقاه في النهاية الناس يقول لك: يا زول شوف النور ظاهر من وجهه، وزول مرتاح، النور ما بيظهر من وجهه، بيزول في الشمس دي سايق له توك توك النور بيظهر فيه. بلاوي كثيرة يا جماعة. قال وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى
ومناة الثالثة الأخرى. وابن عباس رضي الله عنهما قال: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس، ومن عبد وهو راض كحال هذا الذي يتسمت بهذا السمت، يعبد ويدعى ويدعى له أنه يعلم الغيب وكذا وأنه يهب الذرية وهو راض لا ينكر عليهم. إبليس ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. طيب، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. ليه المصنف قال باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما؟ لأن بعض الناس يتبرك بالأشجار، والمصنف في زمنه كان كثير من الناس يتبركون بالأشجار، وبعض الناس يتبرك بالأحجار، وبعضهم يتبرك بالقبور ويتمسح بها، وبعضهم يتبرك بغير ذلك. قال: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. سورة النجم. قال الفوزان حفظه الله، ذكر فائدة من أجمل الفوائد، قال: ما سأل الله المشركين سؤال تحد وتعجيز فاستطاعوا الإجابة. ما سأل الله المشركين سؤال تحد وتعجيز فاستطاعوا الإجابة، لا يستطيعون الإجابة. قال: فما حصل لهم جواب ولن يحصل لهم جواب إلى أن تقوم الساعة، بهذه الألفاظ. قال: ما حصل لهم جواب ولن يحصل لهم جواب إلى أن تقوم الساعة، أي هذه التي تتبركون بها من المعبودات وتعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. لما وصفوا أن الملائكة، وكذبوا على الله وعلى الملائكة وقالوا بأن الملائكة بنات الله، في بنت اسمها جبريل، جبريل اسم مذكر ولا مؤنث؟ ميكائيل ملك الموت. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوهم إناثا كذبا وظلما، ونسبوهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألكم الذكر ولو الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. فكل من لم يتبع الهدى إما أنه يتبع الظن الظنون والشكوك، أو أنه يعرف الحق ومع هذا يقدم الهوى. يتبعون إلا الظن كالشبه وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. طيب، اللات فيها تفسيران. اللات في هذه الرواية بالتخفيف، وهو حجر كبير أملس له نقوش، وهو بالطائف، ويعبده أهل بنو ويعبده بنو ثقيف كثير منهم. التفسير الثاني: اللات في بعض الروايات بتشديد التاء، وهو رجل كان يلت السويق للحجاج ويقدم لهم هذا الطعام تقربا إلى الله تعالى. وهذا التفسير الثاني في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هو في صحيح البخاري قال: هو رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، واللفظ التي وردت كان يلت السويق للحاج،
أي للحجاج، ويقدم هذا الطعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. لما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. والتفسير وهذا يعني الكلام لا تعارض فيه، إن كان حجرا له نقوش في صورة بشر أو له نقوش، أو كان قبر رجل صالح كتفسير عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري. العزى ثلاث شجرات، قال الفوزان ثلاث شجرات ولها بنية، هكذا في إعانة المستفيد، لها بنية ثلاث شجرات وكانت لأهل مكة، وكان الواحد منهم يخاطب هذه الأشجار والجن يتكلمون، بل كانت جنية تتكلم. تقول يعني تقول ما يريد الذي يأتي إلى هذه الشجرات، يعني إذا أنا سافر تقوم الجنية تجاوب، إذا أرفع الكذا تقوم الجنية تجاوب، وهو لا يرى الجنية وإنما يسمع الصوت ويعبد هذه الشجرات وهذه البنية. ومنات الثالثة الأخرى بالقرب من المدينة صخرة، فهذه كلها طلب منها النفع ودفع الضر، وهذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفي السنة الثامنة كسر هذه الأصنام وأمر بقطع هذه الشجرات، هذه الشجرات قطعت، وفي بعض الروايات قطعها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وطهر الله به هذه الأمكنة من الشرك ومن مظاهره. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، أبو واقد الليثي اسمه الحارث ابن عوف، اسمه الحارث ابن عوف، وهو صحابي جليل مات في سنة 68 من الهجرة، ومات وهو ابن 85 سنة. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، إلى حنين. سبب معركة حنين وغزوة حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خافت هوازن وقالوا بأنه سيحاربنا فنحن نبادر بحربه، فلما علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم عجل بمحاربتهم صلى الله عليه وسلم، أو بادر بمحاربتهم. قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، كان وقتها أسلم وله سنة واحدة، كما قال الفوزان حفظه الله. ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أسلمنا حديثا، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف الملازمة، وينوطون بها أسلحتهم، ينوطون يعلقون بها أسلحتهم، يتبركون بها، يقال لها ذات أنواط، أي ذات تعاليق، سدرة. قال: فمررنا بسدرة، أي بسدرة أخرى، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، سوي لنا شجرة عندها تعاليق ونتبرك بها زي ما هم بيتبركوا بشجرة ذيك، لأنهم حدثاء عهد بكفر. وأما القدامى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما طلبوا هذا الطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، كبر. وفي رواية للترمذي قال: سبحان الله. فكان إذا غضب أو استنكر شيئا كبر أو سبح صلى الله عليه وسلم. الله أكبر إنها السنن، وفي ضبط إنها السنن، أي السنن جمع سنة،
طريق. كما أن الناس قديما يسلكون طرق أهل الضلال فهكذا الأمور تتجدد، والناس يطلبون طرق أهل الضلال، سنن متكررة. قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، إنكم قوم تجهلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه أيضا هو في صحيح سنن الترمذي للألباني رحمه الله. هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد كثيرة جدا. من هذه الفوائد أن العبد إذا خرج من الضلال إلى الهدى فإنه يحتاج إلى علم كثير وإلى مجاهدة لنفسه. قال الفوزان لأن بعض أمور الجاهلية يتخلص منها شيئا فشيئا شيئا فشيئا. من فوائد هذا الحديث أن العبادة توقيفية، فإن هؤلاء ما رأوا فعل المشركين ففعلوا كفعلهم حتى رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. من الفوائد أيضا في هذا الحديث أن العبد لا يتبرك بالأشجار، فإن هؤلاء كانوا يتبركون بسدرة شجرة. ومن فوائد هذا الحديث أن المشركين لا عقل لهم، يتعلقون بكل شيء، وهكذا حال من يتأثر بهم لا عقل له، يتعلقون بكل شيء. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بالآية في موضعها، أي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص شنو السبب، لأنه قال قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أورد هذه الآية وهو يخاطب بعض أصحابه رضي الله عنهم جميعا. ومن فوائد هذا الحديث أن كبار الصحابة ممن قدم إسلامه لم يطلب هذا الطلب، لأن أبا واقد قال ونحن حدثاء عهد بكفر، فيعني نفسه رضي الله عنه ويعني من كان حاله كحاله ممن هو جديد في الدين. ومن فوائد هذا الحديث ذم من يتبع المشركين ومن يتشبه بهم ومن يتشبه باليهود والنصارى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، في بعض الروايات قال لتركبن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب أي خرب لدخلتموه، شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، أي فمن غير اليهود والنصارى. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل في هذا الباب. الأولى تفسير آية النجم أفرأيتم اللات والعزى. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، ما هو الأمر الذي طلبوه؟ طلبوا أن تجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط. الثالثة كونهم لم يفعلوا، أي لم يجعلوا ذات أنواط، لم يفعلوا هذا الفعل وإنما طلبوه، ولما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا وكفوا وتركوا هذا الأمر ورجعوا عنه. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل منهم، إذا كان هؤلاء
مع أنهم ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بل خرجوا للغزو، ومع ذلك جهلوا هذا الأمر ابتداء، فغيرهم من باب أولى أن يجهل. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، أي للصحابة، ولو لم يكن لهم هذا الأمر من الحسنات والمغفرة والوعد والخير فإنهم رجعوا وما فعلوا هذا الأمر. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم في هذه النسخة، لم يعذرهم الأمر، يعني لم يعذرهم في هذا الأمر، لم يعذرهم بأنهم جهلوا، وإنما قال كلاما شديدا، قال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى. المعنى لم يعذرهم أي بأن تلطف بهم، وليس المقصود عدم العذر بالجهل، ويفهم هذا الأمر، لأنه لو قصد عدم العذر بالجهل لكفرهم ولو صفهم بأنهم مشركين، ولم يكفرهم ولم يصفهم بأنهم مشركين، ولكن مع الجهل فإنه صلى الله عليه وسلم قال كلاما شديدا، والموضع يستحق هذا الكلام، الله أكبر إنها السنن. قال بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الله أكبر واحدة، والثانية إنها السنن الطرق، وإن كان هنا المقصود بالسنن يعني كأنها عادة متكررة. لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذه الثالثة. قال الثامنة من المسائل أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها. عشان كذا يا جماعة الشيخ الفوزان ذكر فائدة، قال تغيير الأسماء لا يغير الأحكام، تغيير الأسماء لا يغير الأحكام ولا المعاني. فالعبد إذا أشرك بالله وقال هذا توسل فإنه لا يغير الأمر، وإذا أشرك بالله ودعا غير الله وقال هذه محبة للصالحين فهذا الأمر الجميل لا يغير المعنى ولا يغير الحكم لأن عمله فاسد. العاشرة التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، فلا يملك النفع ومن النفع البركة ولا يدفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا اعتقد عبد أن فلانا يعلم الغيب أو أن فلانا يملك النفع والضر فإنه يدعوه من دون الله، وإذا دعاه من دون الله فهذا يناقض لا إله إلا الله. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، وهذه فائدتان. الأولى أن العبد أحيانا يحلف على الفتيا، قال الفوزان يحلف إذا تأكد بصحة هذه الفتية، يعني ما هي فتوى أنت بتحلف عليها، إذا تأكد أنها صحيحة. والفائدة الثانية أن الإنسان لا يكثر من الحلف وإنما يحلف عند تحقق المصلحة أو عند رجاء تحقق المصلحة، يعني ما تكثر من الحليفة في الكلام زي أي خبر أنت تحلف وأي كلام تتحلف فيه، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر،
لأنهم لم يرتدوا بهذا، فيه أكبر وفيه أصغر. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، أن غيرهم أي من الصحابة. الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، فالإنسان يكبر إذا تعجب من شيء، ويكبر إذا استنكر شيئا، ويكبر إذا فرح بشيء، كما في البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الجنة ثم قال صلى الله عليه وسلم: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال: فكبرنا، الله أكبر. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، قال: فكبرنا، إلى آخر الحديث. فإذا فرحت بشيء أو تعجبت من شيء أو استنكرت شيئا فإنه يشرع لك أن تكبر: الله أكبر. الرابع عشر سد الذرائع، فكل ذريعة إلى الشرك تفضي إلى الشرك أو إلى الضلال فإنها تسد. الخامس عشر النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، لأنهم كانت لهم ذات أنواط، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهى المسلمين أن يتشبهوا بأهل الجاهلية في كل شيء، في كل شيء من أمر الدين، إما هم على باطل فيه. أما أمور الدنيا مما يستفيد منه العبد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وفي لفظ: ولا تعجزن. فلو أن مشركا صنع شيئا وفيه نفع في أمر الدنيا فإنه لا يحرم التشبه به في أمر الدنيا فيما ليس هو خاصا به. صنع له عربية، صنع له طيارة. وبعض الناس بيسخروا بأهل الدين، ولا كنتوا ناس دين، وانتوا ناس متحجرين، وانتوا ناس رجعيين، وانتوا لياسي، والآيات والأحاديث، ناس طلعوا القمر. وفي أمريكا ذاته قال الناس دي وهم زاي، ما بزول طلع القمر ولا شيء، هاي قال له كلام زاي ذاته، طلع القمر. والشيخ الفوزان قال له الكفار قالوا طلعوا القمر، قال: هذا خير، فليصعدوا القمر وليتركوا لنا الأرض، الخير ذاته اللي ينظفوا لنا الواطة دي. وطلعوا القمر ذاته استفادوا شو؟ وقولوا أطاز الفائدة اللي فيها كلها كملوها لما يطلعوا القمر، ناس ما عندهم شغل زاي، والناس واقفين صف في البنزين، تكب بنزين ولا تطلع بالقمر، بلاوي زاي. بعدها الرسول طلع فوق للقمر صلى الله عليه وسلم، هناك الإسراء والمعراج فوق سما الأولى والثانية، لأسي ما في خواجة طلع فوق ولا في كافر. المهم نحن ماذا نشتت الكلام، نحن حاجة الدنيا اللي فيها نفع ما أنكرنا ولا بتشدد. المسلم ده يكون راغي ومتطور وماشي تمام في أمر الدنيا، ظريف، في دكاترة مسلمين، في مهندسين مسلمين، في صناع، في تجار، في كذا في كذا، في أمر الدنيا ناجحين، وفي أثرياء وأغنياء من المسلمين، وفي الأكاديميات متقدمين، في وسائل التواصل فيما ينفعهم. أما في الدين نرجع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، ما فصلا تناقض. بعدين ذاته هل الدين برجع الناس؟ واسيب البلاد اللي فيها كفار ذاته وتطوروا في أمر الدنيا تلقاهم في الدين منتهين، هم في الدين ملخبطين، دينهم ما نظيف زينا. زول تلقاه يصنع ركشة وعربية وطيارة، وتلقى بيعبد له بقرة، إذا فاهم حاجة
بقرة بيعبد فيها ينهاروها وتاكل في القش وإلى آخره. طيب السادسة عشرة الغضب عند التعليم، فإنه صلى الله عليه وسلم غضب حتى قال الله أكبر إلى آخره. ولا يغضب في كل شيء صلى الله عليه وسلم، لا يغضب في كل شيء في التعليم، بل كان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، وكان يتلطف بأصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان يحسن إليهم، وكان يعلم الجاهل ويبصرهم، ولكنه أحيانا يغضب في الموضع الذي يحسن فيه الغضب صلى الله عليه وسلم. السابع عشر القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، قاعدة كلية أن الناس يتبعون السنن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وأن هذا لا يجوز في الشرع، أي سنن الكفار والمشركين. الثامن عشر أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر لتتبعن، فهذا خبر ووقع كما أخبر، فدل على أنه علم من أعلام النبوة، أي آية على صدقه صلى الله عليه وسلم، صدق نبوته. التاسع عشر أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، فإذا ذمهم الله على فعل أو على قول فهذا الذم ليس خاصا بهم، بل هو ذم لنا إن فعلنا فعلهم، وفيه تحذير أن لا نقع فيما وقعوا فيه. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فنهانا أن نكون مثل هؤلاء. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. في آيات فيها سبحانه وتعالى، لكن دي سبحانه عما يشركون. طيب قال العشرون المسألة، قال العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط إلى آخره. الفائدة دي باختصار أن الأوامر والنواهي من عند الله سبحانه وتعالى، وأن العبادات توقيفية، بمعنى أنها لا بد أن يكون لها دليل، ليست بالهوى. من ربك؟ ربي الله الذي يملك النفع والضر، لا هذه الأشجار، وده مناسبة الحديث والفائدة دي بالحديث، لا هذه الأشجار كذات أنواط. ما دينك؟ ديني الإسلام، لا دين المشركين كهؤلاء الذين يتعلقون بهذه الأشجار، لكم دينكم ولي دين. من نبيك؟ تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتبع هؤلاء المشركين. دي مسائل القبر، ودي فائدة أخذها المصنف رحمه الله من هذا الحديث. قال الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، لأنهم غيروا وبدلوا، ولأنهم كان فيهم الغلو، ولأنهم كان فيهم الكذب، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى آخره. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة الباطلة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني يا جماعة في أشياء بتنتقل مع الإنسان، لكن كلما تعلم وكلما رجع إلى الحق
فإنه يزول عنه هذا الشر، كما قال عمر رضي الله عنه فيما يروى عنه: لتنقضن عرى الإيمان عروة عروة إذا ظهر في الإسلام أو قام في الإسلام من لا يعرف شنو الجاهلية، أو كما قال رضي الله عنه: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الإنسان يعرف الشر من أجل أن يجتنبه، ويعرف الخير من أجل أن يسلكه. ولا شك أن هذا الصحابي الجليل وهو أبو واقد الليثي الحارث بن عوف رضي الله عنه، لا شك أنه مات وليس في قلبه ذرة من الشرك، ولم يكن مشركا يوما من الدهر، وإنما رأى شيئا وطلبه ولم يكن يعرفه، لقوله: ونحن حدثاء عهد من كفر، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وما عاد إليه لا طلبا ولا فعلا. قال الفوزان حفظه الله: وفي هذا الباب وفي هذا الكلام وجوب تعلم العقيدة الصحيحة وتعليمها للناس، وجوب تعلم العقيدة الصحيحة ووجوب تعليمها للناس والاهتمام بها، ولا يمل الإنسان يقول: أنا تعلمت وأنا كذا وأنا كذا، وإنما يتعلم ويتعلم ويبتعد عن الشر بسلوكه لطريق الخير وبمعرفته للشر وباجتنابه، كما قال حذيفة رضي الله عنه في البخاري ومسلم: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. طيب يا جماعة، نحن ما دارين نكثر الكلام زاي، نحن سنستفيد من الباب ده كله أن البركة تطلب من الله، وأن البركة حصول الخير ونماؤه وثبوته وكثرته، وأن العبد قد يبارك له في جسده ويقوى ما لا يبارك لغيره، ومما يكثر البركة الطاعة، ومما يمحق البركة المعصية كالمال، فإن الذي يتصدق به وينفقه في الخير ويستخدمه في الحلال وفيما يرضي الله حاله يختلف تماما عن الذي يأكل الربا والذي يعصي الله بماله وهو إلى آخره. وأن العبد قد يبارك له في علمه فتجده قليل العلم كثير الفائدة للناس، وتجد فلانا كثير العلم لكنه لا يفيد غيره، لا يبارك له في علمه، وسرعان ما ينسى وسرعان ما يضل وينحرف، كما قال الإلبيري رحمه الله: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. وأن العبد قد يبارك له في طلبه للعلم، فإن أبا هريرة رضي الله عنه مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات و6 أشهر، وحفظ منه ما لم يحفظه غيره من الصحابة، ولا شك أن غيره فيهم خير وفيهم بركة، ولكن بارك الله له في حفظه، فحفظ في 4 سنوات و6 أشهر ما لم يحفظه من جالس النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات و20 سنة. تعالى الله بارك لك. والعلم الذي فيه بركة علم الكتاب والسنة، عشان ما تضيع وقتك، العلم اللي فيه بركة ده علم القرآن والسنة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. وإنسان في هذا الباب يستفيد أن لا يتبرك بالأحجار ولا بالأشجار. جابوا لك تراب قالوا دي بركة فلان، أكشحوا لون الدليل على أنه بركة شو. وهل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشيل تراب يدي للصحابة يقول لهم اشربوا وحلوا فيه موية وكذا وكذا؟